فإذا بدأ يقول أشهد أن محمدا، ذكر المحبوب صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى قلبك، أعظم المحبوبين من خلق الله كلهم. عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم؟ ماذا يحرك في قلبك؟ سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هذه القصة حسنها غير واحد من الحفاظ، لما انتقل المصطفى إلى الرفيق الأعلى لم يستطع بلال أن يحتمل البقاء في المدينة، لأن كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى، فارتحل إلى أرض الشام، إلى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دارية قريبة من دمشق، وتزوج هناك. ثم استيقظ ذات يوم وهو يبكي، فسألته زوجته ما يبكيك؟ قال رأيت رسول الله البارحة. هل يعني لك شيء إذا سمعت كلمة رأيت رسول الله؟ تحرك في قلبك شوق إلى أن تراه؟ هو قال كما في البخاري ومسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا. لا، ما قالها عبثا، ما قالها إلا ليحرك في قلبك هذا المعنى. رأيت رسول الله البارحة يقول يا بلال ما هذا الجفاء، أما أنا لك أن تزورنا؟ خرج زائرا. في قصة عظيمة منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه، لقيه سيدنا الصديق رضي الله عنه، يا بلال هل أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله؟ فقال اعذرني يا خليفة رسول الله، والله ما استطعت أن أؤذن بعد وفاته، أي في المدينة، كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله، والآن كيف أقولها؟ سيدنا عمر يعتذر له، فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامنة والثاني في السابعة، سيد شباب أهل الجنة، فيعتنقهما ويبكي، يشتم فيهما رائحة جدهما، فيسألانه أن يؤذن، فلا يستطيع أن يقاوم الطلب، ويصعد على المكان الذي يقف كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن، لما قال الله أكبر الله أكبر ضجت المدينة، الله أكبر الله أكبر، صاح الناس في البيوت، أبعث رسول الله؟ تذكر الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرج الرجال من بيوتهم وخرجوا من أسواقهم، أشهد أن لا إله إلا الله، خرجنا العذارى من خدورهن، الرجال والنساء خرجوا إلى طرقات المدينة يضجون، أبعث رسول الله، أبعث رسول الله. فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة، وما استطاع أن يكمل أذانه، ونزل من على المكان الذي كان يؤذن منه. قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله. هذه القصة أوردها الله على اللسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمة أشهد أن محمد رسول الله، الذي لولاه ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله، الذي لا يتم إيمانك حتى يكون هو أحب إليك من نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطا به، ما جعل الله حبه مرتبطا بأحد من خلقه إلا سيدنا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والثمرة يحببكم الله، لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله، بل ترتقون إلى رتبة الله يحبكم فيها. فإذا سمعت المؤذن خمس مرات، خمس مرات في كل يوم يكرر أشهد أن محمد رسول الله، تعرف تقول أشهد أن محمد رسول الله بعده ترديدا كما هي السنة، بقلب حاضر، بقلب يستشعر الصلة بهذا الجناب الشريف، بهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، تعرف تقول رضيت بالله ربا الذي أرسل إلي محمدا، تعرف تقول رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة